الرحيم نشرح اليوم عرق النساء علاجها وأسبابها وأعراضها والوقاية وعلاجها بالأعشاب. أولا من أسبابه تعرض العمود الفقري للانزلاق أو تضيق في الفقرات. نعم قد تكون سببه تضيق في الفقرات أو قد تكون سببه التهابات في الأقراص والفقرات عمود الفقري يعني، أو قد تكون سببه أورام ونشوء أورام في الفقرات، أو تعرض العمود الفقري إلى إصابات والحوادث الخارجية. نعم وأيضا سببه قد تكون متلازمة الذيل الفرس، نوع من المرض في الفقرات، تصاب الأعصاب في الفقرات. نعم أما أعراضه تبدأ الآلام شديدة أسفل الظهر وتمتد إلى الساقين وتضعف ساقين وتمتد إلى القدمين ثم إلى أصابع القدمين، وأيضا شعور بفقدان الإحساس بين الساقين، وأيضا شعور بفقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة. نعم ويزداد الآلام سوءا أو يزداد الألم عند العطس والسعال أو جلوس لفترة طويلة. في هذه الأعراض أو في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب فورا للمعالجة. نعم أما العلاج من ناحية الطبية يجب أخذ المسكنات لتسكين الآلام كالباراسيتول، فولتارين، وبروفين، ونابروكسين، وأسبرين. نعم ويجب أن يمارس هذا الشخص الرياضة، المشي يوميا مفيد جدا في هذه الحالة. نعم أو وضع الكمادات الساخنة والباردة على موضع الألم أو المنطقة التي يوجد فيها الألم مفيدة في هذه الحالة، أو مراجعة الطبيب المعالج لعلاج الطبيعي يقوم بعلاجه بعلاج الطبيعي أو علاج طبيعي بعض التمارين يقوم بها الطبيب المعالج. أما وأيضا معالجة الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحالة. نعم التي تصاب الفقرات مثل أورام والتهابات معالجتها، وانزلاق إجراء عملية جراحية لعلاج الانزلاق يقوم بها الطبيب المختص. نعم أما الوقاية من العرق النساء، أولا إذا رفعت أي شيء ثقيل يجب رفعها بشكل صحيح وليس بسرعة، تجنبا لعدم تعرض الفقرات إلى انزلاق. أو نعم ممارسة الرياضة الخفيفة وليس العنيفة أو شديدة، وأيضا تقليل من الوزن إذا كان وزن زائد. نعم إذا وقفت يعني تكون واقفا يجب أن يكون عموديا، يعني أن تقف عموديا وأن تجلس مستقيما، إذا جلست أن تكون جلوسك مستقيم لا تضغط على الفقرات. نعم وأيضا ممارسة الرياضة مهم جدا لتجنب هذه الحالة أو حالة عرق النساء. نعم أما علاجه بالأعشاب فتناول التين والخلنجان، وأيضا تناول القسط الهندي
وتناول الزيت، زيتون، زيت الزيتون، وليس زيت الزيتون، بينما زيتون نفسه الأخضر منه أو أنواع أخرى مفيدة في هذه الحالة للتخفيف الآلام، العرق، النسا. وأيضا مغلي الفلية مفيد في هذه الحالة. وأيضا تناول قليل من قليل جدا من الحرمل يوميا لمدة 12 يوما، فهو مفيد في هذه الحالة لعلاج العرق، النسا، بدون طحنه، بدون طحنه. نعم. وأيضا أخذ جذور سرخس الذكر ووضعه في الكيس، ثم تضع هذا الكيس على المناطق التي يوجد فيها ألم في الساقين أو القدمين أو الفقرات، تضع عليه هذه الكيس الذي يوجد فيه جذور سرخس الذكر، نبات سرخس الذكر. نعم، فهو يقلل من آلام والأوجاع التي يكون سببه عرق النساء. نعم، يشرب مستحلب أزهار أكليل أبو قيس مفيدة لمعالجة عرق النساء. أو 20 غرام من الخمان الأسود، 20 غرام من خمان الأسود مفيدة لمعالجة عرق النساء. نعم، وخاصة العصير الخمان الأسود، 20 غرام من خمان الأسود يكون على شكل عصير مفيد لالتهابات العرق، لمعالجة التهابات العرق النساء. نعم، وهكذا شرحت لكم باختصار المفيد، أعراضه وأسبابه ووقاية، وأيضا علاجه عن طريق العلاج الطبي وعلاج الأعشاب لمعالجة العرق النساء. سوف نشرح في الفيديوهات القادمة مواضيع وحالات وأمراض أخرى بشكل مختصر مفيد تفهمه، لكي يفتهم الناس الأمراض بشكل شرحه بشكل بسيط، لكي تفتهم ويكون نصيحة ويكون سبب لمعالجة. نعم، وشكرا.